يعني زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضرتك شايف كابتن محمد، دي لقطات بث مباشر من صاله المغطاه في ملعب الشرقيه للدخان. ده ماتش نهائي كاس مصر سيدات في كره الطايره. تمام. النهائي بيجمع طبعا بين فريق النادي الاهلي وفريق نادي الصيد، ويمكن حضراتكم شفتوا كابتن محمود خطيب ظهر في على الشاشه من شويه، والحقيقه كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وفي متابعه مستمره واهتمام بكل البطولات على كل المستويات. معانا زميلنا شريف شعبان من داخل الصاله المغطاه. شريف مساء الخير، ويعني ادينا كده طمنا الاول على السكور دلوقتي، الماتش شغال انا عارف، نعرف منك نتيجه المباراه. مساء الخير، تحياتي ليك احمد، تحياتي طبعا لكابتن مصر الكابتن حشيش ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل من صاله الشرقيه للدخان نهائي كاس مصر للسيدات الاهلي والصيد. يمكن الشوط الاول الاهلي تقدم على فريق الصيد 25-18، ومن خلفي الشوط الثاني شغال باذن الله، يا رب باذن الله يكون الانتصار من نصيب النادي الاهلي في الشوط الثاني والثالث عشان نخلص باذن الله 3-0. طبعا الاهلي تاهل الى نهائي كاس مصر بعد الفوز على الجزيره 3-0، ويمكن الصيد فاز على الزمالك 3-1. كابتن حمد الصافي المدير الفني للنادي الاهلي حدث ولا حرج، تاريخه ولاعب كبير طبعا، وايضا هو مدير فني تاريخ كبير، يمكن ما شاء الله ما شاء الله 6 دوري، 5 كاس، 4 افريقيا، 3 بطولة عربية، يمكن البطوله الدوري كمان الاهلي حسمها لطائره السيدات، ما شاء الله انتصارات بتتوالى. خليني اقول لك بقى وافرح كل جماهير النادي الاهلي، يمكن معشوقهم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود في الصاله المغطاه بيتابع اللقاء، الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، يمكن حريص كان يتابع اللقاء من اوله الى الاشوط الثانيه ولسه مستمر طبعا الكابتن خطيب في مشاهده المباراه. باذن الله يا رب باذن الله يكون الانتصار النهارده من نصيب النادي الاهلي. ايضا حضر من النادي الاهلي الكابتن رفعت عبد القادر مدير النشاط الرياضي، والعميد محمد مرجان مدير عام النادي الاهلي، ومن اتحاد الطائره طبعا رئيس اللجنه المؤقته المهندس سامح حمدي. زي ما قلت لك احنا الان في الشوط الثاني، باذن الله الاهلي ينتصر على او يفوز على الصيد في الشوط الثاني، هيبقى ناقص له بس شوط واحد يخلصه باذن الله ونتوج بكاس مصر. كالعاده البطولات كلها بتحب النادي الاهلي، البطولات كلها بتجري ورا النادي الاهلي. باذن الله النهارده يكون يوم اهلاوي خالص باذن الله زميلي احمد. بشكرك شكرا جزيلا شريف، واعتقد سيدات الاهلي متالقات مش بس في الطايره، سيزون موفق وناجح الحقيقه لعدد كبير جدا من الرياضات، سيدات السله اللي حسموا الدوري، واعتقد كمان في كره الطايره الاهلي اعتقد هيلعب بكره. شباب فكروني بكره مع الجيش، فاينل كاس رجال ان شاء الله. كل التوفيق طبعا لابطالنا بعد ما حسموا بطوله الدوري. الحقيقه يمكن على مستوى يعني الرياضات المختلفه الاهلي عامل سيزون ولا اروع. ويمكن بشكرك يا شريف طبعا، وهنتابع معاك اول باول نتيجه المباراه، ونتمنى التوفيق طبعا ونحتفل مع بطلات الاهلي بحسم البطوله.